تعرض مصطفى الخصم البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينج والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كاندارا لوعكة صحية حادة استدعت نقله على وجه السرعة إلى أحد المصحات الخاصة. وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبطل العالمي مصطفى الخصم داخل المستشفى حيث يتلقى علاجاته الضرورية داعين له بالشفاء العاجل دون أن يتم الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت بها. ونقل مصطفى الخصم البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينج إلى مصحة خاصة على وجه السرعة ليلة الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري إثر وعكة صحية ألمت بها.